الفصل. ولهذا الاخوان والاخوات رغم انهم قطوع لنا الضوء هاد الناس، ولكن خليهم يديروا اللي بغاو. حنا نقسم بالله اننا سنموت شهداء من اجل نقابه الاتحاد عن الشغالين ومن اجل حزب الاستقلال. الله اكبر 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 بالروح بالدم بالروح 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 بالروح. اشوف باش نختم لا رشية السكوت. شوف انا سجلوه ليا سجلوه ليا والتاريخ الى كان شي موت لا قدر الله راه على يد الاجهزة الامنية ديال المغرب والله على يدهم راه الشيء كله. واللي تيتحكم في القواعد واللي تيتحكم اليوم في الاحزاب السياسيه والنقابات هي الاجهزه القمعيه ديال وزاره الداخليه. ولهذا الى متنا حنا ولا وليداتنا راه الاجهزه القمعيه وراء ذلك، واتهمها مباشره وانا اعي ما اقول لأن اليوم ما يحدث اليوم ما يحدث اليوم لا 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 الله يهديك اش ديروا ما يحدث اليوم هو عودة إلى عهد فقير وفقير جديد نعرفه يتآمر على الوطن وعلى الشعب وعلى المؤسسة الملكية. ونحن ملكيون ولسنا قمعيون عاش الملك اسقط خوانا عاش الملك اسقط خوانا عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك